اساميهم؟ يا عم طرقنا يا بابا. خلاص بابا. خلاص خلاص خلاص. بس ما بحبش بس حد ياكلني القرنطه. نفسي موت اخطب يا فرحة قلبي. في ايه يما؟ مش قلت نفسك تخطب؟ يما اخطب في الجامع فوق المنبر. وليه؟ اوقف على الكنبايه واخطب يما الصبح. اقول لك اطلع الغيط وتخيل عدان القصب ولا الذره رجاله واخطب فيهم لما تشبع. هو ده ردك يا ابوي؟ لا طبعا، بسك في الاول نقطع الشيخ المؤهل محمود زايد ونرميه للقطط. ما انا مؤهل زي الشيخ محمود زايد واكتر. يا سلام نسيها انا دي. يا ابني الخطبه مش كلمه من هنا وكلمه من هناك، الخطيب هيتحاسب على اصغر كلمه تخرج من خشمه. وانا مش عم اخرف يا ابوي. يا ريتك تخرف، كنت عالجك علمته ترجع الكلام يوقف اللقمة في الحنك. فاكر يا ولدي لما فتيت وقلت التلفزيون من بابه حرام في حرام؟ ومن شوية لما لمحت القمص وبنوب قاعدين جيت معاود تاني، أنا شفتك ومرضيتش حريقك. شوف يا ولدي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي اسمه سيد الخلق كان بيقعد مع الكفار اللي اسمهم كفار عشان ينشر رسالته ودعوته. واه ما تسيبه يخطب يا بوكان. هي لعبة يا حجة. هو أنا قلت إنها لعبة يا أبوي؟ يا عم الأستاذ مروان بن الحكم قال شيبتني المنابر. افهم بقى، وفوق من اللي انت فيه ده الله يرضى عليك. في مصيبة تانية جاية تلبسها لي ولا ايه؟ لا انا جاية بس اعرفك اني عارفة انت عملت ايه. يا ترى عملت ايه؟ الفلوس يا استاذ صلاح. فلوس ايه؟ ما تخافش مش هقول لحد. شرم حاجة؟ مش هقول لحد ايه وفلوس ايه؟ ايه الجو ده؟ الفلوس اللي انت خدتها من فوق الدولاب. انت جاية تشتغليني بقى؟ هو انت حيلتك فلوس يا فلوس؟ اقسم بالله العلي العظيم لو فضلت تستعبط كده رايحه قايله لبابا. انت عارف ومتاكد ان انا عارفه اللي انت عملته. كداب انت اللي 60 كداب وحرامي كمان. طب تقدري تقولي لي بقى يا هانم الفلوس اللي بتتكلمي عنها دي جبتيها منين؟ خايب خايب وطول عمرك افكارك خايبه زيك. الفلوس دي بتاعت حربي ادهاني عشان اجيب شويه حاجات للبيت، يعني فلوس صعيده. عارف يعني ايه فلوس صعيده؟ طيب يا ستي اديكي بقالك فوق ال 20 سنه واكله وشاربه ونايمه من فلوس ابويا، اخصمي دول من دول. لا نفسك انت اللي مديون. مديونه لاصحاب الفضل عليا، اما انت انت اللي مديون. استحملني شوي، بكره هروح اقطع تذكره السفر وهسافر وارتاح من وشك. الف سلامه يا نسا. الله يسلمك. هي يا دكتور خير؟ الحمد لله هي زي الفل ما فيهاش اي حاجه. المره اللي فاتت قلت لنا لو الوجع ده اتكرر نعمل لها اشعاعات وتحاليل. ايوه حصل فعلا، ده كان علشان نطمن بس، لكن هي زي ما قلت لحضرتك زي الفل. تلاقي بس شويه تعب ولا حاجه. تعب من ايه؟ هي بتحط يدها في حاجه؟ الا اذا كان التلفزيون بقى هو اللي بيتعب الايام دي. عموما انا هكتب لها شويه اشعه وتحاليل عشان نطمن. يا ريت تعملوها في اسيوط وتبقوا تجيبوها لي، ولو عايزين تروحوا للاستاذ او استشاري انا ما عنديش اي مشكله. الو. ايوه ازاي ده؟ يعني ايه؟ استاذ مين؟ ده انت الاستاذ يا تناي، ده انت باين عليك وشك سامح وشاطر، بس عايزاك كده تقول لها كلمتين تخليها ما تسهرش. هو السهر اللي تعب صحتها؟ بطلي سهر يا انسه. ايه؟ اصل الحاجه بيتهيأ لها ان اللي بيقعد لحد الساعه 10 يبقى سهران. الحاجه خايفه عليكي، وبعدين هي كمان معاها حق لما تقولك نامي بدري على الاقل وانت بتاخدي العلاج. ربنا يستر، بس انا جلجانه قوي، يعني لو تعبت بالليل ولا حاجه اتصرف كيف؟ انا ما معيش رقمك.
عموما رقمي هتلاقيه مكتوب على الروشتة، كلميني في أي وقت. ألف سلامة. الله يسلمك. مع ألف سلامة. شكرا يا فندم. ألف سلامة. سلامة. دكتورة خديجة، جبت التذاكر؟ لا، معرفتش اوصل للشباك اصلا، ولو كنت وصلت برضه ما كنتش هعرف اشتريه. ليه بقى ان شاء الله؟ عشان القطر محجوز لمده اسبوع. يا بنتي دوسة مصر يعني بيبيعوا التذاكر في السوق السوداء، خمس دقايق والتذاكر هتكون عندك. ازاي؟ هتشوفي. شخشيخ انا عشان تشتروا وتباعوا من ورا ظهري، ده انا كامل ابانوب ابو اليمين، عين اعيان اقباط شرق وغرب. وطي صوتك وبالراحة على نفسك شوية يا عم الشديد انت، ولا هو على رأي المثل ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيتحاسبوا. بالراحة يا كام، وقول لي على اللي مزعلك. يعني ايه الكنيسة تشتري أرض بنات شحاتة وأنا آخر من يعلم؟ وانت بقى كنت عينت نفسك واصع على الكنيسة؟ ليه الموضوع من أوله لآخره سر؟ لأنكم عارفين إن المسلمين مش هيسكتوا، وتبتدي جربة المشاكل تخر على ظهرنا. مفيش مشاكل ولا حاجة، فلوس الأرض مدفوعة بالكام، والأستاذ ممدوح متبرع بفلوس البن. ومن ده اللي هيخليك تبني؟ واحنا هنبني كنيسة جديدة، ده مبنى خدم، هنقدم خدمات للأقباط والمسلمين. حتى دي يا ابونا محتاجة تراخيص. وأنا اللي هخلص كل حاجة. معلش بقى معلش. وحد مخوفني غير وجودك أنت في القصة؟ وعلى افتراض وده وارد جوي جوي جوي، الحكومة مرضتش تديك التصريح، هتعمل ايه بقى يا متر؟ معلش بقى معلش. خفيف، مفيش تصريح يا استاذ عشان نعبد ربنا. وكمان في حاجة مهمة قوي، احنا مش هنوافق على الخط الهميوني اللي بيحكمونا بيه من ايام العثمانلي. يلا اخربها وحطوا فيها قالب. ايه ده؟ عزمت الكل يا توفيق؟ لفيت لغاية ما رجليا ورمت، والله ما رضيت أكلم حد في الموبايل، خبطت على باب الصغير قبل الكبير. نردها لك فرح رمضان يا أبو رمضان. يا خالتي الكيسة مليانة تراب، نضفها على قد ما تقدر. إلا قولي لي عندي، أنت يا عزمة قد إيه من برا البنات بتوع العيلة؟ قول 10 20. هو إيه يما اللي 10 20؟ ما تقولي يما كلمة واحدة، 10 20. عينوك محامياك، انت مالك انت؟ انا مجامله حريم النحل لازم يردوه. ايوه انا مقصودش كده، انا اقصد يعني عم لازم نعرف العدد عشان كل واحد ياخد واجبه. اعمل حسابك على 100 مره بعيالها. ايه 100 مره ليه كده؟ عندي وحيد يا دايم لازم افرح بيه. قولك الطباخين يقدر يوفر العدد ده كله؟ طب ودول بيعملوا ايه؟ انا لا هطبخ ولا هكنس. ايوه كتر خيرك يا هنا يا اختي يا حبيبتي، هتقطعي نفسك؟ انت طول النهار هتسبسبي في شعرك. مساء الخير عليك. سنور كنت فين؟ كنت عند المكتب على الأمير، الهي يقطع وصيته يا عبد الأمير كلها. قوليلي انت ولدك فين؟ خالف الاوضه الجديده، ما انت عارف يا سيدي. الله. هقول لك ايه ولا ايه، فرش عمره ما دخل الصعيد قبل كده. ايوه مكتبة جديدة وأوضة نوم جديدة كله فرنجي. كم درفة؟ 6. وفي حمام مستقل؟ طبعا، والحمام فيه باريو كمان. طب يا سيدي مبروك عليك. ده كلام، اسمع مبروك علينا. صح مبروك علينا. صوتك ماله؟ دايما تكوني جايه من النوم ولا زعلانة؟ لا يعني مش عارفة، تقدر تقول متوترة كده شوية. قلقانة من ايه؟ يعني السفر بكرة، وكل ما معاد السفر بيقرب بحس اني متوترة. يا خديجة انت مسافرة الصعيد، ولعلمك الصعيد ده جوه مصر. مش قصدي، عارفة والله. والله اقسم لك بالله انك هتعيشي معنا مبسوطة ومستريحة، ولا هتحسي بالغربة. عارفة طبعا. مش مطلوب منك حاجة واحدة بس، انك تحبيني وتقوليها. خلي صدري ينشرح. تصبح على خير برضه، عايزه تبلي ريقك.